رسمة تانية جديدة عن عيد الأم. رسمت لكم رسمة تانية ورسمة جميلة جدا جدا، فاللي يرسم معايا رسمة لازم لازم يبعت لي رسمة على حسابي على الانستجرام او على الفيسبوك، الرابط موجودة في صندوق الوصف. جاهزين؟ يلا بينا. فيديو جديد ورسمة جديدة، رسمة جميلة جدا. هنرسم رسمة بسيطة قوي، هنجيب قلم اتش بي، قلم رصاص موجود في كل بيت، قلم رصاص عادي جدا. وهبدأ اعمل شكل نص دايرة عشان نعمل شكل السلسلة اللي يكون عليها القلب وعليها كلمة مام او امي بالعربي. طبعا رسمة بسيطة، مفيش ابسط من كده. حاولت اختم لكم رسومات عيد الام برسمة تكون يعني بسيطة جدا 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 فما تتخيلوا. طبعا عملت زي ما انتم شايفين في نص النص دايرة دي، عملت شكل دايرة تانية ونزلت منها خط بالطريقة دي، وهبدأ ارسم قلب على الشكل ده زي ما انتم شايفين، قلب كبير. طبعا بنخط التخطيط خفيف عشان ما يسيبش اثر على الورقة. وطبعا عايز اقول حاجة بمناسبة عيد الام، يعني يعني الناس اللي بتقعد تكلم امهاتها في اليوم ده وبتقعد تقول كلام حلو وتقعد تسمع كلامهم وتجيب لهم هدايا والكلام ده كله، طبعا دي حاجة حلوة جدا وحاجة يعني من احسن الحاجات انكم تبروا الوالدين. ولكن يعني احنا المفروض الحاجات دي نعملها الايام كلها، مش لازم نستنى ان يوم عيد الام هو اليوم اللي انا اجيب هدية لامي وان انا اعمل فيها حاجة كويسة للام. فاحنا ممكن نعمل الحاجات دي في الايام العادية برضو نفس الكلام، مفيش اي مشكلة. وبرضو ما نحاولش نبالغ في ان احنا بقى ننزل صور مع امهاتنا ونتكلم عن الام وعن فضل الام والكلام ده، لان في ناس بتكون فاقدة النعمة دي. فاحنا نحاول على قد ما نقدر وسط بعض. عايز مثلا تجيب لها هدية، حاول مش لازم تستنى اليوم ده عشان ما يبقاش فيه شبهة، فانت ممكن تجيب لها هدية في اي وقت هي حباه او انت حبه، مش لازم يبقى في نفس يوم عيد الام، هتلاقي هدية في اي يوم تاني. واسمعوا كلام امهاتكم في كل ايام السنة دي. بس حاجة بسيطة حبيت اقولها، لان انا شفت احتفالات ناس على السوشيال ميديا، ناس مشاهير وناس مش مشاهير، ناس كتير بتأفور شوية في الاحتفال، فانا عشان كده حبيت ان انا بس اوضح الحتة دي ونحاول نراعي شعور بعض. يعني زي ما انتم شايفين عملت شكل الدايرة وعملت نجوم، نجمة على اليمين ونجمة على الشمال، مثلث على اليمين ومثلث على الشمال. طبعا النجمة بتكون عبارة عن اربع مثلثات، النجمة اللي انا رسمتها. وطبعا اللي مش متابعني على قناة درغام شورتس هيفوتوا كتير في رمضان، زي ما قلت لكم محضر لكم تحديات وحاجات قوية جدا جدا جدا، وحاجات ان شاء الله هكون اول واحد عربي يعملها على اليوتيوب. فلازم تكونوا مشتركين في قناة درغام شورتس، الرابط موجود في المنتدى، تقدروا تشوفوا وتقدروا تكتبوا درغام شورتس هيطلع لكم على طول القناة، فلازم تشتركوا فيها. وتابعوني برضو على الانستجرام او على الفيسبوك، برضو رابط موجود في صندوق الوصف. وعلى التيك توك برضو نفس الاسم درغام ارت، كلهم باسم درغام ارت بالانجليزي ونفس شعار القناة طبعا، فلازم تكونوا متابعيني هناك، لاني بنزل حاجات نفس اللي انا هنزله على درغام شورتس هنزله على الفيسبوك وهو على الانستجرام، فلازم تكونوا متابعيني هناك عشان يوصل لكم الاشعارات اول باول. واشتركوا في القناة دي، قناة درغام ارت، عشان هنعمل فيديوهات بجودة عالية وهعمل لكم محتوى تعليمي وهنرسم فنانيس، شخصيات فنانيس الكرتونية، وهعمل لكم رسومات جميلة جدا 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 بطريقة بسيطة، وفي نفس الوقت هنخلي الجودة أعلى من الجودة اللي فاتت. فاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم الإشعارات بتاعت كل الفيديوهات اللي جاية في رمضان. وطبعا عايز اعرف اقتراحاتكم، تقترحوا ان احنا ننزل فيديوهات في رمضان الساعة كام؟ اكتبوا الساعة واكتبوا بتوقيت بلد كذا، لان انا معرفش اللي بيكتب على توقيت البلد بتاعته ايه. ممكن يكون واحد من مصر، غير واحد من السعودية، غير واحد من العراق، غير واحد من المغرب. فاكتبوا الدولة بتاعتكم واكتبوا جنبها الساعة، وانا هجمع اكتر ساعة اتطلبت وهنزل فيها الفيديوهات في رمضان. وطبعا هعمل لكم برضو تصويت على المنتدى تقدروا تختاروا فيه بعد ما الفيديو ينزل بشوية. زي ما انتم شايفين كتبت مام بالاسود بالالوان في الماستر، وحددت القلب باللون البنك او الوردي، وجبت اللون الازرق او الكحلي، وبدأت اخطط شكل النجمة بالطريقة دي. زي ما انتم شايفين طبعا بلون النجمة دي باللون الازرق اهو،
وكتبت مام بالاسود في نص القلب. تقدروا تكتبوها امي لو عايزين، انا كتبتها لكم مام عشان في ناس كتير كانت بتقولي عايزين نكتب برضو حاجات بالانجليزي، فانا بنوع لكم في نفس الوقت انتوا تقدروا تكتبوا اللي انتوا عايزينه. اللون الوردي زي ما انتم شايفين لو انت بالجزء الدايره اللي في السلسله بالطريقه دي. طبعا اللي هيرسم رسمه النهارده لازم طبيعي زي كل فيديو بقول لكم اللي هيرسم اي رسمه، ونفس الكلام في رمضان، يعني رمضان الموضوع مش هيتغير. اللي هيرسم رسمه في اي فيديو يا جماعه ليا يبعت لي على طول الرسمه على الانستجرام او على الفيسبوك، فتحت لكم الخاص تقدروا تبعتوا الرسومات بتاعتكم، وتقدروا تبعتوا اي رسمه ترسموها على القناه عندي تقدروا تبعتوها على الانستجرام او على الفيسبوك، واقول لكم على حاجات بسيطه تعدلوها في الرسمه لو انا شايف ان فيها تعديلات ممكن تخليها احسن وفي نفس الوقت سهل عليكم. فهتلاقي قلت لك على تعديلات هتفرق جدا 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 في الرسومات بتاعتكم، هتخليها احلى بكتير جدا جدا. كان في ناس اصلا بتشارك في مسابقات وبتشارك في حاجات قويه جدا، وفي نفس الوقت كانت بتبعت لي رسومات كنت بقول لهم على اخطاء بسيطه يعدلوها، وفعلا كانوا بياخدوا في الواجبات بتاعه المدرسه يجيبوا درجه كامله ويجيبوا 100%. وفي نفس الوقت في المسابقات كان في ناس بتكسب مراكز، فبعمل لكم حاجه زي كورس الرسم او تعليم رسم ولكن مجاني. في ناس كتير بتعمل كورسات رسم بفلوس، ولكن انا بحاول ان انا اعمل لكم كورس مجاني شويه، لان انا بس بعمل لكم حاجات بسيطه ان انت تبعت لي الرسمه فانا اقول لك على اخطاء بسيطه تعدلها هتفرق معاك، فانا مش مستني مقابل، الموضوع مش صعب للدرجه دي. انا بحاول اقول لكم على حاجات انا كنت محتاج حد يقولها لي في الاول، ولكن في الاول كان في ناس كتير بتعمل حاجات بفلوس، واللي ما كانش بيعمل بفلوس كان صعب ان هو يرد، ما كانش بيرد على طول. فعشان كده بحاول اعمل لكم الموضوع ده واحاول اعمل سرعه في الرد، وفي نفس الوقت لو عندكم اي سؤال بتكتبه في الكومنت وبتلاقوا الرد، الناس جربت الموضوع ده تلاقوا الرد الكومنت على طول في اسرع وقت، برد على الكومنتات على طول. فاكتبوا اي كومنت عندكم سواء سؤال او تعليق جميل او اي حاجه هتلاقوني رديت عليك على طول. وما تنسوش اللايك حاجه بسيطه لكن بتفرق، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. ودي كانت رسمه النهارده. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واللي يرسم الرسمه يبعت لي حساب على انستغرام او على الفيسبوك، الرابط موجوده في صندوق الوصف. واشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامه.